إثر التراجعات التي رأيناها أو كنا نراها صباحا في أسعار الطاقة والسلع. الفوتسي متراجع ب 0.2%، ما يحد من الخسائر ارتفاع في شركات الدفاع مثل رولز رويس، مثل بي اي سيستمز، بعد إعلان وزير المالية البريطاني بأنه بريطانيا سوف ترفع من الإنفاق على محاربة الإرهاب. العملات: الدولار يبقى قوي أمام العملات الرئيسية، اليورو يصل إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر أمام العملة الأمريكية، تراجعات لليورو الآن ب 0.1%، الاسترليني متراجع ب 13% أيضا أمام الدولار. للمزيد ينضم إلينا مباشرة من أبوظبي نور الدين حموري، كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities. نور الدين، أهلا وسهلا بك. ما هي النظرة على اليورو أمام الدولار؟ هل تتوقع المزيد من الخسائر؟ نعم، مرة أخرى جميع الأمور مرهونة في الوقت الحالي لما ستنتظر أو تنتظر الأسواق اليوم، وهو شيء غير لم يعلن تقريبا على الإعلام بشكل واضح، لكن هناك اجتماع استثنائي غير عادي للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم بتمام الساعة 8:30 ليلا بتوقيت أبوظبي. هذا الاجتماع تم الإعلان عنه بعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة. إلى الآن الحديث يكمن بأنه من الممكن أن يقوم الفيدرالي الليلة برفع ما يسمى بالديسكاونت ريت أو نسبة فائدة الخصم، وهي أدنى نسبة فائدة يسمح للبنوك بإقراض الأموال لبنوك أخرى بما فيها الفدرالي الأمريكي. الجميع يتكلم مرة أخرى عن أنه هذا الاجتماع يعتبر ميستيريوس أو اللي هو اجتماع غير مفهوم نوعا ما، لكن الشيء الذي نحذر منه حاليا أنه هذه الاجتماعات، آخر اجتماع شهدنا مثل هذا الاجتماع كان بتاريخ 13 ديسمبر 2012، عندما تدخلت البنوك العالمية جميعها تقريبا من خلال أن قاموا بما يسمى بعمليات السوابس أو اللي هي استمرارية عمليات التبادل بيع الدولار الأمريكي حتى فبراير من العام 2014. اليورو اليوم متخبط، شهدنا أولا انخفاض اليوم نحو الأسفل إلى حوالي 106، الآن عدنا تقريبا قرب مستويات التعادل أو بالنسبة لليوم عدم وجود أي خسارة أو أرباح. هذه التحركات ستستمر حتى نشهد ما هو الاجتماع الذي أو ما الذي يريده الفدرالي الأمريكي في هذا الاجتماع. نور الدين، فيما يتعلق باليورو أكيد التوقعات الآن أصبحت أكبر بأنه البنك المركزي الأوروبي سوف يوسع من برامج التحفيز في اجتماعه في 3 ديسمبر، ولكن بنفس الوقت يعني البعض يشكك في هذه البرامج، خاصة فيما يتعلق برفع مستويات التضخم، لأنه آخر الأرقام أظهرت ارتفاع فقط ب 0.1% في مؤشر CPI. بالتالي ما رأيك في هذه الاستراتيجية التي يتبعها ماريو دراغي؟ المشكلة أنه تيسيرات الكمية حول العالم لارا، إذا عدنا مرة أخرى أيضا بالتاريخ، اليابان الآن عدنا إلى انكماش في للمرة الثانية خلال عامين، وخلال تحت ما يسمى بأبينوميكس أو اللي هي يعني البرنامج الاقتصادي لأبينوميكس، وإحنا الآن في فترة ركود للمرة الرابعة التوالي في خلال 5 سنوات. استمرار التيسير الكمي دائما ما يكون له أجل أو دائما ما يكون له مدة ليكون هناك لدينا بالفعل اتجاه إيجابي أو يكون له دعم إيجابي، لكن الآن نفس البنك المركزي يقول أنه لم يعد لدينا سندات ذات جودة عالية ليتم شراءها، لذلك من الممكن أن لا يتم رفع برنامج التيسير الكمي، لكن من الممكن أن يمدد فترة التيسير الكمي 6 أشهر أو 3 أشهر في بداية خلال العام المقبل بدلا من سبتمبر لتصبح حتى ديسمبر من العام المقبل. الشيء الوحيد الذي قد يؤدي إلى رفع برنامج التيسير الكمي أن يتجه البنك المركزي نحو ما يسمى بالجنك بونز، وهو نوعا ما إلى الآن يعني غير محبب. لذلك الأمر لازالت التحركات بالنسبة لليورو ما بين حوالي 105 نحو 110 قد تستمر حتى يوم 16 ديسمبر، وهو الشيء الأهم من ذلك أنه فيما لو لم يتحرك البنك المركزي الأوروبي بالاجتماع المقبل واللي هو قبل الاجتماع الفيدرالي، لذلك يجب علينا أن نحذر من ما يمكن أن يقوم به الفيدرالي في 16 ديسمبر. نور الدين، أخيرا لنتوقف عند النفط. في بداية تصريحات لوزير النفط الفنزويلي يقول فيها بأنه في حال لم تتدخل أوبك ممكن الأسعار أن تهبط إلى مستويات منتصف العشرينيات في العام المقبل. الأمر الثاني، تصريحات للوزارة السعودية أو للحكومة السعودية أنه السعودية مستعدة للتعاون مع منتجي النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها لتحقيق استقرار في الأسعار. إلى أي مدى تعطي لهذه التصريحات أهمية ربما في دعم الأسعار؟
بالتاكيد اليوم ارتفعنا، كنا عند مستويات حوالي الخام غرب تكساس عند حوالي كنا 40 35، بمجرد ما تم الاعلان عن هذه التصريحات ارتفعنا باكثر من 2 دولار، حتى ايضا برنت لازال مرتفع بحوالي 1.5%. التصريحات في هذا الوقت طبعا قد يكون لها اهميه مهمه بانه عدنا الى مستوى تقريبا نهايه ال40 او بدايه ال40 نحو الاسفل. نعتقد انه لا زالت المرحله التي نحن فيها هي نفس النطاق الذي شهدناه خلال من فتره تقريبا اغسطس الماضي لحد اليوم، لا زلنا في نفس النطاق ما بين 40 الى 45، ويبدو مستويات ال40 ستصمد خصوصا في ظل انفتاح الان السعوديه عن وجود نوع من التفاوض واجتماع اوبك المقبل، مع انه كانت التوقعات قبل يومين انه لا يكون هناك في لدينا اي اتفاق، لكن الان مع هذه الفلكسبيليتي او هذه المرونه نوعا ما من السعوديه، هذا الشيء الذي قد يدعم الاسواق على الاقل، هذا الذي نشهده الان على الـ على الـ على الاسعار، وقد يرفع او يرفع من توقعات الاسواق بان يكون هناك في لدينا اتفاق ما بين اعضاء اوبك خلال الاجتماع المقبل في ديسمبر. بالفعل يعني منذ نصف ساعه تقريبا كنا نتحدث عن تراجعات بحدود 2% على اسعار النفط، والان تغيرت الصوره تماما بعد هذه التصريحات التي نسمعها من السعوديه. شكرا لك نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الاسواق في اي دي اس سيكيورتي، شكرا جزيلا لك. نأخذ مشاهدينا وقفة جديدة مع فاصل، نتابع من بعدها أيضا في جرس الإغلاق خطوات من المصارف المصرية لدعم القطاع السياحي.